بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلاميذي الأعزاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى برنامجنا الراعي. نحب العربية، نحب العربية، نحب العربية، نحب العربية. كيف حالكم جميعا؟ أسأل الله تعالى أن تكونوا في صحة جيدة. طيب، أنتم ستبقون معنا في حلقتنا اليوم، الحلقة الجديدة لتعلم اللغة العربية للسنة الثانية. فأنا أزهار الوسيم مقدمكم لهذا البرنامج الممتع. هل لديكم القطة في بيتكم؟ طيب، عندي قطة واحدة وهي مطيعة ولطيفة. المهم، يجب عليكم تحضير الأطعمة الكافية للقطة كل يوم. لابد أن نرحمها، لأن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: ارحموا ترحموا. إذن ما هو موضوع درسنا اليوم؟ طبعا ارحموا ترحموا. قبل أن نواصل درسنا اليوم، هيا نتعرف إلى معيار التعلم المطلوب. أولاً، أنتم تقدرون على الاستماع إلى الكلمات من الأسماء والأفعال والتراكيب والجمل والاستجابة لها حسب المواقف. ثانياً، أنتم تستطيعون نطق الكلمات والتراكيب والجمل نطقاً صحيحاً واستخدامها شفهياً حسب المواقف. حسناً، الآن سنستمع إلى الأسماء والأفعال المتعلقة بموضوعنا ثم سنرددها. لاحظوا يا تلاميذي أن جميع الكلمات مكتوبة في المربعات الملونة الخاصة، فالاسم ملون باللون الأزرق، وأما الفعل فهو ملون باللون البنفسجي. الكلمات استمعوا إلى الكلمات ثم رددوها. نبدأ بالأسماء، هل أنتم مستعدون؟ نعم، هيا نستمع ونردد الآن. الاسم، الاسم. الجار، الجار. اليتيم، اليتيم. المريض، المريض. المعوق، المعوق. الشباب، الشباب. الرجال، الرجال. الاحتياجات، الاحتياجات. القرويون، القرويون. النساء، النساء. الفتيات، الفتيات.
المجموعات، المجموعات. الطعام، الطعام. الشعور، الشعور. الدموع، الدموع. الأثاث، الأثاث. اللباس، اللباس. المسؤولية، المسؤولية. الصدقة، الصدقة. المصيبة، المصيبة. الجهود، الجهود. المحبة، المحبة. المتعب، المتعب. المسرور، المسرور. التعاون، التعاون. المسكين، المسكين. الحزن، الحزن. أيها الطلاب والطالبات، الآن ننتقل إلى الأفعال. هل أنتم مستعدون؟ هيا نبدأ. الفعل، يجمع، يجمع. تنفق، تنفق. يؤدي، يؤدي. يوزع، يوزع. تعطي، تعطي. يبذل، يبذل. يصلح، يصلح. يبني، يبني. يشكر، يشكر. تحتاج، تحتاج. تساعد، تساعد. تتعاون، تتعاون. الحمد لله، شكرا على حسن انتباهكم. قد انتهينا من الاستماع إلى الكلمات المهمة لموضوعنا اليوم، والآن يا تلاميذ الأحباء، هيا نأتي إلى النشاط الأول. ماذا تسمع؟ ماذا تسمع؟ من خلال هذا النشاط، تعالوا نحدد الكلمة الصحيحة التي توافق الكلمة المنطوقة من قبل أنا. مستعدون؟ هيا نبدأ. استمعوا جيدا إلى الكلمة، ثم اختاروا لونا صحيحا للكلمة المذكورة. طيب، هيا نستمع
إلى الكلمة الأولى. يساعد، يساعد. أيهما صحيح، الأخضر أم الأصفر؟ ماذا؟ مرة أخرى؟ نعم صحيح، لون أخضر. أحسنت، إجابتك صحيحة، ممتاز. طيب هيا نستمع إلى الكلمة الثانية. تحتاج، تحتاج. أيهما صحيح، الأخضر أم الأصفر؟ ماذا؟ مرة أخرى؟ نعم صحيح، لون أصفر. أحسنت، إجابتك صحيحة، مبارك. طيب هيا نستمع إلى الكلمة الثالثة. يشكر، يشكر. أيهما صحيح، الأخضر أم الأصفر؟ ماذا؟ مرة أخرى؟ نعم صحيح، لون أخضر. أحسنت، إجابتك صحيحة، جيد. طيب هيا نستمع إلى الكلمة الرابعة. يصلح، يصلح. أيهما صحيح، الأخضر أم الأصفر؟ ماذا؟ مرة أخرى؟ نعم صحيح، لون أصفر. أحسنت، إجابتك صحيحة، ممتاز. طيب هيا نستمع إلى الكلمة الخامسة. يوزع، يوزع. أيهما صحيح، الأخضر أم الأصفر؟ ماذا؟ مرة أخرى؟ نعم صحيح، لون أصفر. أحسنت، إجابتك صحيحة، مبارك. طيب هيا نستمع إلى الكلمة السادسة. يؤدي، يؤدي. أيهما صحيح، الأخضر أم الأصفر؟ ماذا؟ مرة أخرى؟ نعم صحيح، لون أصفر. أحسنت، إجابتك صحيحة، ممتاز. طيب هيا نستمع إلى الكلمة السابعة. تنفق، تنفق. أيهما صحيح، الأخضر أم الأصفر؟ ماذا؟ مرة أخرى؟ نعم صحيح، لون أخضر. أحسنت، إجابتك صحيحة، مبارك. طيب هيا نستمع إلى الكلمة الأخيرة. يبني، يبني. أيهما صحيح،
الأخضر أم الأصفر؟ ماذا؟ مرة أخرى؟ نعم صحيح، لون أصفر. أحسنت، إجابتك صحيحة، ألف مبارك. طيب أحسنتم، قد انتهينا من النشاط الأول، والآن يا تلاميذي الأعزاء هيا نستمر بالنشاط الثاني. أنا أصنف. استمعوا إلى الكلمات ثم صنفوا الاسم والفعل. يوزعون. المريض. نشكر. النساء. القرويون. تجمعين. يصلحان. الشباب. الآن ضعوا الإجابة في هذا الجدول. هل استعدتم؟ هيا نصنف. طيب نبدأ بالكلمة يوزعون. هل هي اسم أم فعل؟ أين سنضعها؟ نعم الإجابة صحيحة، هي فعل. ممتازون. طيب ننتقل إلى الكلمة المريض. هل هذه الكلمة اسم أم فعل؟ أين سنضعها؟ نعم بالضبط، الكلمة هي اسم. مبارك. طيب هيا نضع الكلمة نشكر. هل هي اسم أم فعل؟ أين سنضعها؟ طبعا سهلة جدا، نشكر هنا فعل، نجد حرف النون في البداية. ممتاز. طيب ننتقل الآن إلى الكلمة التالية وهي النساء. هل هي اسم أم فعل؟ ما المجموعة لها؟ أحسنتم، إجابتكم صحيحة، نضعها في اليمين لأنها اسم. مبارك. طيب ننتقل إلى الكلمة القرويون. هل هذه الكلمة اسم أم فعل؟ أين سنضعها؟ نعم الإجابة صحيحة، هي اسم. أحسنتم. طيب ننتقل إلى الكلمة تجمعين. تجمعين، هل هي اسم أم فعل؟ أين سنضعها؟ نعم صحيحة، هي فعل. ممتازون. طيب ننتقل إلى الكلمة يصلحان.
يصلحان. هل هي اسم أم فعل؟ أين سنضعها؟ نعم، الإجابة صحيحة، هي أيضا فعل. أحسنتم. طيب، ننتقل إلى الكلمة الشباب. الشباب، هل هي اسم أم فعل؟ أين سنضعها؟ نعم، بالضبط، الشباب هي اسم. ممتازون، أحسنتم، إجابتكم كلها صحيحة. أشعر الآن بفرح وسرور. طيب، قد انتهينا من النشاط الثاني، والآن يا تلاميذي الأعزاء، هيا نستمر بالنشاط الثالث. أيهما صحيح؟ يا تلاميذي الأحباء، انظروا إلى الشاشة، هناك مجموعتان معروضتان باللونين المختلفين، اختاروا منهما الإجابة الصحيحة. مستعدون؟ هيا نبدأ. أولا، جارنا. الفتيات الصالحات. أيهما التركيب الإضافي؟ أحسنت، جارنا هو التركيب الإضافي. ثانيا، رجال القرية. الطعام اللذيذ. أيهما التركيب النعتي؟ رجال القرية؟ لا، الإجابة خاطئة. الصواب الطعام اللذيذ. ثالثا، المجموعات الكثيرة. دموع الأم. أيهما التركيب النعتي؟ نعم، الإجابة صحيحة، المجموعات الكثيرة هو التركيب النعتي. جيد. رابعا، لباسهن. المصيبة العالية. أيهما التركيب الإضافي؟ أحسنت، لباسهن هو التركيب الإضافي. خامسا، يؤدي الطالب صلاة الظهر. الشباب المجتهدون. أيهما الجملة المفيدة؟ نعم، الإجابة صحيحة، يؤدي الطالب صلاة الظهر هي الجملة المفيدة. مبارك. أخيرا، المعلم المريض المسرور. تحتاج أختي إلى المال. أيهما الجملة المفيدة؟ نعم، الإجابة صحيحة،
تحتاج أختي إلى المال هي الجملة المفيدة. مبارك. إذن انتهينا من النشاط الأخير، فهذا النشاط مهم في تمييز بين التركيبين وفي فهم الجمل المفيدة. أرجو أن تكونوا فاهمين لدرسنا اليوم فهماً دقيقاً. يا طلبة الأعزاء، حاولوا أن تمارسوا كلام اللغة العربية وتقرأوا القرآن وتفهموه كل يوم. هيا نفتخر باللغة العربية لأنها لغة أهل الجنة ولغة القرآن ولغة نبينا. هيا بالعربية. وبهذا أكملنا درسنا اليوم. لا تنسوا موعدنا في الحلقة القادمة إن شاء الله. مع السلامة وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.